ثلاثة أعمال إذا حافظت عليها زال عنك الشقاء وأصبحت من السعداء. العمل الأول قراءة كتاب الله والتمسك به. قال الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من رزق تلاوته فقد زالت عنه شقاوته. العمل الثاني الدعاء. الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. العمل الثالث الوالدين. قال الله عز وجل عن عيسى ابن مريم عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.